أفاد مراسل الحدث بأن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي أهارون حليفا قدم استقالته من منصبه لرئيس الأركان ووزير الدفاع، وذلك على خلفية الإخفاق في تفادي هجمات 7 أكتوبر بسبب مسؤوليته القيادية. وقبل الحديث عن هذه الاستقالة نبدأ بموضوع القدس، حيث ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد، أهلا بك معنا. قبل كما ذكرت الحديث عن هذه الاستقالة، هناك تصاعد والمزيد من التوتر في الضفة الغربية، عملية دهس جديدة تسجل صباح اليوم، المعلومات الأوفى والتفاصيل التي لديك. قبل حوالي الساعة تم اعتقال المنفذين وفق الشرطة الإسرائيلية اللذين نفذا عملية الدهس، وكان مخططا لها دائما وفق الشرطة الإسرائيلية لتكون عملية مزدوجة، إطلاق نار ودهس أيضا، ولكن على ما يبدو بأن خللا ما ألم بالسلاح محل الصنع من نوع كارلو جوستاف الذي وجد ملقا في مسار فرار المنفذين، وبالتالي اقتصرت النتائج في نهاية المطاف على إصابة 2 من المستوطنين بجراح طفيفة إلى متوسطة من جراء عملية الدهس ذاتها. الموضوع انتهى بالنسبة لإسرائيل باعتقال الشابين الفلسطينيين، يبدوان يافعين أيضا، وهما من جنوب الضفة الغربية على الأرجح. نعم، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي يستقيل، خلفية هذه الاستقالة والردود المرتقبة؟ بدون أدنى شك أن ما حدث صباح هذا اليوم في إسرائيل كان متوقعا، لكنه كان مفاجئا ودراماتيكيا في الوقت ذاته. بمعنى لا يختلف اثنان في إسرائيل أن على هارون خليفة اللواء رئيس هيئة الاستخبارات في إسرائيل أن يرحل، لأنه من المسؤولين المباشرين عن الإخفاق الذي جرى في 7 أكتوبر مع هجوم حماس على المستوطنات وقتل 1,400 إسرائيلي وأسر المئات أيضا. وبالإضافة إلى ذلك أيضا تعثر الوصول إلى قيادة حماس وإلى الأسرى داخل قطاع غزة بعد ذلك من حيث الاستخبارات الإسرائيلية، وفق ما قالت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية على الأقل في تقرير لها. وبالتالي كان متوقعا. فقط للتذكير، أنا كنت من بين الذين قالوا في 7 أكتوبر بأنه سيرحل وقيادة المستوى العسكري وربما السياسي في إسرائيل. هذه قد تكون النتيجة بعد الحرب. المفاجئ كان أنه قدم الاستقالة قبل الإعلان عن انتهاء الحرب، والمفارقة بأن من يبقى مسؤولا عن هذا الإخفاق بمعنى رئيس الأركان ووزير الدفاع سيعينان مكانه شخصا إضافيا. نعم، ولم تنتهي الحرب كما تفضلت وذكرت زياد، الحرب مستمرة، وهناك حديث أيضا ضمن أو من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قرب إطلاق عملية عسكرية برية على رفح. صحيح جدا، هذا المتداول على الأقل. هذه العملية جرى إقرار الخطة العسكرية المتصلة بها 4 مرات حتى الساعة من قبل الجيش الإسرائيلي، في كل مرة يقر بديلا آخر، والمستوى السياسي عمليا لم يتخذ بعد قرارا متى ستكون ساعة الصفر. رغم ذلك تجري الاستعدادات لهذا الموضوع. عندما تبدأ عمليات إجلاء واسعة عندها تقترب هذه العملية، لأن عمليات الإجلاء ستأخذ أسابيع وفق التقديرات الإسرائيلية. بمعنى لن يكون سرا كبيرا موعد بدء عملية رفح، حاليا لا يوجد تحرك على الأرض بعد. أيضا نستطيع القول بأنه فقد الأمل اليوم بإبرام أي اتفاقية بين إسرائيل وحماس، تلاشت كل هذه الأمال بربما التوصل إلى تسوية ما، خاصة وأن موضوع الرهائن هو موضوع حساس جدا بالنسبة لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية.
وهذا قد يفسر الغضب الشديد الذي عبر عنه نتنياهو في اجتماع الكابينت العسكري أو الحربي بالأمس، عندما هاجم أفراد الطاقم المفاوض واتهمهم بالتسريب المقصود للإعلام الإسرائيلي، وأن ذلك يضر بفرص التوصل ويصلب مواقف حماس في مواجهة إسرائيل فيما يتعلق بالأسرى. لكن وفق بعض الخبراء في إسرائيل يلفتون إلى أن ربما حتى نتنياهو قد لا يكون متحمسا كثيرا لصفقة تبادل، يريد الاستمرار في هذه الحرب، ويخشى أن هذه الصفقة ستقود بشكل أو بآخر إلى انتهاء هذه الحرب، وهو ما لا يريده. على المقلب الآخر أيضا قيادة حماس وخاصة السنوار وفق القراءة الإسرائيلية ليست متحمسة تماما لهذه الصفقة، لأنها تريد لهذه الصفقة أن تكون نهاية الحرب، أن تخرج إسرائيل من قطاع غزة وأن تنتهي هذه الحرب. بين هذا وذاك تستمر المفاوضات، ليس دقيقا بأنها انتهت، هي تستمر بشكل أو بآخر عبر الوسطاء. شكرا لك زياد لكل هذه الإيضاحات. من القدس كان معنا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي.